لا بين يدي من أقوم، يعني هو يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة كلنا نودها، كلنا نريدها، لكن هي يعني المتمثل فيه هذه العبادة وتلك مرتبة قليل من الناس، نرجو أن يجعل الله منهم، لكن حقيقة هي مرتبة جليلة ولا يصل إليها إلا بالمكابدة، كما قال أحد السلف، قال كابدت الصلاة 20 سنة، كانت ثقيلة علي 20 سنة، وتلذذت بها 20 سنة بعد ذلك، أصبحت لذيذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومن لطائف ما يروى عنه وعظيم ما يروى عنه أنه عندما جاء ليحج وركب راحلته، هذا وقت استوائه على الراحل وقت التلبية كما تعلم، والإنسان يلبي، من السنة أن يلبي إذا صعد على راحلته، واليوم إذا صعد إلى السيارة، هذا وقت المسنون للتلبية. فقيل له ألا تلبي؟ قال أخشى إن لبيت أن يقال لي لا لبيك، يعني إذا قال لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك، فقال له لا بد من التلبية، لا بد. فلما لبى أغمي عليه وسقط من ناقته فهشم رحمة الله تعالى عليه. فهذه طبعا هذه أمثلة قليلة على عبادته واستغراقه في العبادة وخشيته من الله تبارك وتعالى، وهكذا كان. أما علمه فقد كان حريصا على العلم، وذكرت لكم كيف كان يتخطى رقاب الناس إلى أن يصل إلى زيد بن أسلم ليجلس في حلقته. وهكذا الإنسان مهما عظم ومهما ارتقى لا يأنف من العلم وتعلم العلم. وقد قال العلماء اثنان لا يتعلمان، مستحٍ ومستكبر. المستحي لا يتعلم، الذي يستحي أن يسأل، يستحي أن يجلس مع الناس في حلقاتهم، يستحي. والمستكبر لا يسأل، حتى لأنه مستغرق في كبره فلا يسأل. فهذان صنفان لا يتعلمان، فلا بد الإنسان أن يتواضع للعلم، فيأتي ليجلس حلقة زيد بن أسلم، وهو أعظم من زيد بن أسلم قطعا، يعني هو أفضل من زيد بن أسلم في المقاييس التي نعلمها، والعلم عند الله تبارك وتعالى، فهو أجل وأعظم، لكن مع ذلك يتواضع لينزل ليجلس في حلقة زيد بن أسلم. وليم على ذلك كما أسلفت، لكنه صبر. وكان يأتي إلى عبد الله عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد فقهاء المدينة السبعة، فكان يأتي إليه ليسمع منه، فربما وجده في الصلاة. وكان عبيد الله إذا صلى يطول في صلاته ولا يلتفت إلى من ينتظره، فقيل له علي بن الحسين، وهو ممن هو منه، يعني من آل بيت طاهرين، وأنت تطيل الصلاة ولا تجيبه سؤله. قال إنما ينبغي لمن أراد هذا الأمر أن يعنى به، أن يتعب من أجله يعني. فكان عبيد الله بن عبد الله يربيه ويهذبه، فكان إذا جاء إليه علي وجده يصلي يطيل في صلاته وعلي ينتظره إلى أن يفرغ من الصلاة. وهذا شيء عجيب في حق علي، لكن كما قلت لكم طالب العلم. لذلك كان عمر الإمام الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فإذا سودتم فلا سبيل إلى الفقه، إما أن سبيل الفقه لانشغال الناس بسيادتهم أو لكبرهم واستعلائهم أن ينزلوا ليتعلموا العلم ويصفوا ركبهم مع طلبة العلم الصغار، فيأنف من ذلك ويخرج ويظل جاهلا طيلة حياته. أما هو فما كان كذلك. وكان في علمه له قاعدة جليلة، كان قد حدثه الزهري بحديث، والزهري كما قلت لكم تلميذه، وعلي أسن منه بكثير بحوالي 13 سنة، حدثه الزهري يوما بحديث فقال أحسنت، هكذا حدثناه. فقال ما رأيتني حدثتك بحديث إلا وأنت أعرف به مني. قال لا تقل ذاك، فإن العلم لا يصبح علما وهو سر، إنما العلم ما تواطأت عليه الألسنة وعرف وشاع. وهذه قاعدة جيدة لابد أن تفهم وتعرف، العلم ليس سرا يا إخوة، ولا يأتينا أحد بشيء يدعي أنه علمه غير معروف، إنما العلم ما شاع على الألسن وذلت به وتواطأ عليه العلماء وطلبة العلم، ساعتئذ يكون علما، العلم لا يكون سرا كما قال رحمة الله تعالى عليه. وما ذاق المسلمون الويلات
من الباطنية الفجار الأشرار وإخوان الصفا وغلاة أهل الاتحاد والحلول إلا بادعائهم الأسرار والرموز والأحوال إلى آخره، فضل بهم خلق كثير، ملايين من الناس ضلوا بهم والعياذ بالله، واتبعوهم في ضلالهم، والدولة الفاطمية والأسرار التي ادعوها وإلى آخره، كل هذا من الضلال البعيد. وسببه هذا الذي ذكرته لكم، أنهم كانوا يدعون أن عندهم أسرارا وأن عندهم علما لا يعرفه إلا الخاصة، وهذا هو المطعن الكبير في تاريخنا الإسلامي. العلم ينبغي أن ينتشر ويشاع بين الناس ويذاع، وليس هناك شيء اسمه السر في العلم، إنما هو ذائع بين الناس معلوم، وهذه قاعدة علي بن الحسين رحمه الله تعالى، إنما العلم ما تواطأ في على ألسنة الناس وذلت به ألسنتهم، هذا هو الأمر الصحيح، وهذه قاعدة صحيحة. وكان أيضا رحمة الله تعالى عليه صاحب صبر عجيب، والصبر يتجلى في كل مراحل حياته، صبر على الفتنة الأولى عندما قتل آله وهو ينظر، وصبر بعد ذلك على أمور كثيرة من الأثرة عليه ومن التفضيل عليه، وكل هذا صابر وهو مطيع رحمة الله تعالى عليه إلى أن توفاه الله تعالى، وتوفي وهو في أواخر الكهولة سنة 94 على الصحيح، توفي سنة 94 رحمه الله تعالى على الصحيح في أواخر كهولته. فكان صبره صبرا جميلا خلال مراحل حياته كلها. وأمثل أيضا على الصبر، ذكرت لكم كيف صبر على فقد ولده إلى آخره، كان يجلس في حلقة مع أصحابه فسمع واعية في بيته، والواعية هي صراخ، فقام مسرعا ثم عاد وجلس إلى أصحابه، فقالوا لو أمن حدث كانت الواعية، يعني الواعية هذه بسبب حدث لكم؟ قال نعم. فعزوه وتعجبوا من صبره، فقال إنا أهل بيت نطيع الله تعالى فيما نحب، إنا أهل بيت، اسمعوا، نطيع الله تعالى فيما نحب ونحمده فيما نكره. الله أكبر، لا اعتراض، صبر جميل، هذا هو صبر الجميل، يسمى صبر الجميل، هو الذي معه التسليم التام وعدم الاعتراض. إن أهل بيت نطيع الله تعالى فيما نحب، أي لا نعصيه، إذا أحببنا شيئا فلا نعصيه، نقدم طاعته، ونحمده فيما نكره، نحمده فيما نكره. وهكذا كان رحمة الله تعالى عليه، وهذه الصفة ظاهرة فيه، صفة الصبر. أما دعاؤه فقد كان صاحب بلاغة وصاحب كلام جليل في الدعاء. يقول طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني المشهور، أحد التابعين الكبار، رأى 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على عائشة طويلا، وهو معلوم معروف بالعلم ومشهور به. يقول رأيت علي بن الحسين يوما داخلا الحجر وسجد، فقلت رجل صالح من آل بيت صالحين، لا أسمعن ما يقول لعل الله أن ينفعني به. فسمعته يقول عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك ببابك. الله أكبر، يعني هذا يسمى الذل والانكسار في الدعاء، وهو من أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وهو من الأمور المساعدة على قبول الدعاء. إنسان إذا دعا الله تعالى من المستحب له أن يبدأ بتسبيح وتحميد مع ذل وانكسار وتعظيم لله تعالى رب العالمين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في دعائه ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجو من الله تعالى القبول. فهذه الكلمات الرائعات فيها ذل وانكسار، عبيدك، سائلك، مسكينك، فقيرك، وهكذا كانوا يدعون رضي الله عنهم. قال فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشفه الله تعالى، سبحان الله العظيم، والله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشفه الله تعالى. كليمات أربع احفظوها، عبيدك، سائلك، فقيرك، مسكينك، وأضيف عليها بفنائك ببابك. هذه كلمات هي كلمات رائعات جليلات. ومن كلامه الرائع اللهم إني أعوذ بك
أن تكلني إلى نفسي فأعجز عنها وأن تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. هذا هو. إذا وكل الله تعالى الإنسان إلى نفسه والعياذ بالله الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا يعجز، وإذا وكله إلى المخلوقين يضيع. فكان يستعيذ بالله تعالى من هذا وذاك، وكان له دعاء جليل يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وأن تقبح في خفيات العيون سريرتي. يعني أن تكون علانيته غير سريرته، سيرته سيئة وعلانيته جميلة، هذا والعياذ بالله مرتبة صعبة. أفضل شيء أن يكون الإنسان علانيته كسره، كلاهما حسن. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون، أي ما تراه العيون. اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وأن تقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت فعد علي. سبحان الله، كلمات ذهبيات من مشكات النبوة. فينبغي الإنسان يحفظ مثل هذا الدعاء، لأنه دعاء جليل، وطلب البعد عن الرياء مطلب مهم إسلامي جليل، والرياء قليله وكثيره صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك، هل أعلمك شيئا إذا قلته برئت من الرياء قليله وكثيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هكذا هكذا، هذا الدعاء احرصوا عليه لأنه مهم، ويبرئك من الرياء قليله وكثيره إذا قلته بنية حسنة وإقبال على الله تبارك وتعالى، وتمثل في حياتك الخاصة والعامة. علي هو الذي ينتسب إلى علي بن الحسين، يعني ينتسب إلى الحسين، وليس الحسين عقب إلا من علي. سبحان الله العظيم، الحسين له عدة أولاد كلهم قتلوا أو ماتوا، فلم يبق له عقب إلا من علي هذا، وكل أولاد الحسين اليوم ينتهون إلى علي رحمه الله تعالى، علي بن الحسين. فهو الذي حافظ الله تعالى به على نسل الحسين، والحسينيون اليوم ينتشرون في الأرض من علي بن الحسين، ليس هنالك غيره رحمة الله تعالى عليه. قضية عقيدته في الشيخين، وسآتي على تفصيل هذا في الحلقة القادمة في ترجمة ابنه أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة وثقاتهم الكبار، هو وأبوه وابنه وحفيده وابن حفيده. وقد أتيت على ترجمة جعفر الصادق رحمة الله تعالى فيما قبل هذا، وهذا علي بن الحسين، وبعد ذلك ابنه محمد بن علي، ثم حفيده موسى الكاظم، ثم علي بن موسى، نختم به إن شاء الله تعالى رابع أربع في هذه السلسلة أو في صدر هذه السلسلة. فكان يقول أبو حازم، وأبو حازم المشهور وسلمة بن دينار الذي تذكرون دخل على سليمان بن عبد الملك في حجه ووعظه وعظا بليغا مشهور، وعظ أبي حازم سلمة بن دينار لسليمان بن عبد الملك. أبو حازم هذا مدني أعرج مشهور تابعي كبير، يقول: ما رأيت أفقه من علي بن الحسين، فقد سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر الشريف وقال: كمنزلتهما منه اليوم. خلاص انتهينا. كيف منزلتهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كمنزلتهما منه اليوم. هو يعني أبو بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عند رجل أبي بكر، كلهم قريب بعضهم من بعض، وهكذا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وخرج هو وأبو بكر وعمر، وجاء وهو هو وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا تصريح من رأس من رؤوس آل البيت بالثناء على الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وكان صلبا في هذا ويواجه،
وسيأتي تفصيل هذا في حلقة ابنه القادمة إن شاء الله تعالى، الذي نقل عنه كثيرا من الأخبار في هذا الباب. وكان يوما قد سئل عن المختار في الكعبة، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، وهو حديث صحيح. فأما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أما المبير فهو الحجاج، والمبير يعني مهلك. فسئل عن المختار فقام إلى حلقة البيت الباب وأمسك بها ولعن المختار، فقيل له: تلعنه وقد ذبح فيكم، يعني ذبح دفاعا عنكم آل البيت. قال: إنه كان يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمختار كما تعلمون دعا النبوة، المختار ادعى النبوة وقتله هو قتله مصعب بن الزبير في قصة مشهورة. لكن المهم لم يمنعه أن المختار كان يدافع عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرح بلعنه على رؤوس الأشهاد، لأنه كان يؤمن أذابا، فهذا يعني إنصاف كبير. كان يصلي يوما، وكان هذا الناقل قصة محمد بن الفرات، كان يصلي يوما الجمعة خلف الأمويين طبعا. فالمهم، وهذه سأتي لها قصة أخرى في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. فقال فسمع في الصلاة أناسا يتكلمون، فتعجب فقال لمحمد بن الفرات: ما هذا؟ قال: هؤلاء شيعتكم لا يرون صحة الصلاة خلف بني أمية. شيعتكم يعني شيعة آل البيت، محبو آل البيت. فقال: وهذا والله الذي لا إله إلا هو بدع، أي بدعة، من قرأ القرآن وصلى صلاتنا فصلوا خلفه، أو من قرأ القرآن واستقبل قبلتنا فصلوا خلفه، فإن كان محسنا فله، وإن يكن مسيئا فعليه. وهذا طبعا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون صحة الصلاة خلف البر والفاجر، صحة الصلاة خلف البر والفاجر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف أئمة الجور وأئمة الظلم وأئمة الطغيان الذين يصلون أو نوابهم، يعني يرون صحة الصلاة خلفهم، لأن بغير هذا تحدث فتنة أيها الأحباب، بغير هذا تحدث فتنة. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعة علي وآله وبنيه يتكلمون في الصلاة، وسبب كلامي في الصلاة كانوا لا يرون أصلا صحة الصلاة خلف هؤلاء، فكانوا يتكلمون وإنما يصلون تقية حتى لا ينالهم العقاب. فأنكر عليهم وسمى هذا بدعة، وقعد القاعدة المشهورة التي عرفت فيما بعد في كتب العقائد: الصلاة صحيحة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر من أهل القبلة. وإنما قعد الفقهاء هذا وعلماء العقائد حتى تسكن الفتن نائرتها، وحتى يأمن الناس، لأن بغير هذا تحدث فتن جليلة عظيمة كبيرة وتسفك دماء المسلمين. وهذه قواعد معلومة من كتب العقائد، هذه قواعد العقائد مشهورة ومعروفة ومعلومة. هذا علي بن الحسين صابر منفق في سبيل الله تبارك وتعالى، يخشى الله تعالى ويتقيه، عابد زاهد، صاحب مروءة، صاحب خلق سني رفيع، رفيع القدر، جليل المكانة، إمام من أئمة آل البيت، وهو في الوقت نفسه إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. ارتضاه جمهور أهل السنة والجماعة، وقدموه وعرفوا منزلته وأثنوا عليه. وقلت لكم ثناء العلماء، وابن عباس كان إذا دخل عليه علي قال مرحبا بالحبيب ابن الحبيب، وكان معروف حب ابن عباس للحسين وللحسن رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكان يحب عليا لهذا. وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فهو راو لجميعهم، وروى عنه رحمه الله تعالى جميعهم وارتضوه ووثقوه، وكان إماما كبير القدر، ثقة، فقيها، عالما، لكنه كان قليل الحديث، كان وربما هذا بسبب غلبة العبادة عليه، وهذا معروف من حال السلف، فإن السلف كانوا بين مكثر ومقل. أكثر أسباب الإقلال في رواية الحديث كانت بسبب أن هؤلاء العظماء كانوا عبادا زاهدين،
فكان بعضهم يخشى من عدم ضبط الحديث فكان لا يحدث إلا ما عرف ضبطه تماما وعدة أحاديث قليلة. وكان بعضهم تغلب العبادة عليه فمتى يجد وقتا لطلب الحديث وروايته، مع أنه كان قلت لكم إنه أخذ عن جماعة من الصحابة، منهم جابر رضي الله عنه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، أخذ عن جماعة منهم، لكن مع هذا كان مقلا في الحديث في طلبه وروايته، في طلبه وروايته. وقد روى عنه أبناؤه، وكان الزهري يقول يعظم هذه الرواية ويقول أصح الأحاديث مطلقا علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى هذه السلسلة الذهبية، كما أن بعض العلماء أهل السنة يقولون سلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفت إليها الشافعية وأحمد فحبذ هذه السلسلة. هناك سلسلة أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي، يروي عن مالك، يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها. والزهري يرى أن أعظم السلاسل علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذه أعظم السلاسل، سلاسل الحديث، وهي السلسلة الذهبية عند الزهري. إذن كان محدثا وكان في على رأس المحدثين توثيقا وقبولا، لكنه كان قليل الحديث. وهذه مسألة أيها الأحباب ينبغي ضبطها ومعرفتها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبرز في كل مجال، فلا بد له إذا أراد أن يتعلم العلم أن يتفرغ له، وطلب العلم يحتاج إلى تفرغ، وبثه يحتاج إلى تفرغ. لذلك كان السلف متفقين على أن طلب العلم وبثه خير من تطوع العبادات من حج وصيام وذكر ونسك، بل كانوا يرونه أفضل من الجهاد. ويحيى بن معين كان يقول بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به خير من الجهاد في سبيل الله. فقال الرجل يخرج يجاهد بنفسه وماله، هذا الذي يحدث أفضل منه؟ قال نعم، فهذا يحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والمسألة نسبية، وخير هذه الأمور من فتح له في أمر فليلزمه، وهذه قاعدة مشهورة معروفة في فضائل الأعمال. إذا تزاحمت ماذا يصنع الإنسان؟ لينظر ما فتح له به فليلزمه. فتح لك في العبادة فالزمها، فتح لك في الدعوة الزمها، فتح لك في طلب العلم الزمه، فتح لك في الجهاد الزمه، فتح لك في النفقة الزمها، فتح لك في وجه الإغاثة إغاثة المسلمين والعمل على تلافي مصائبهم الزم هذا الباب، فتح لك في عمل ما الزم هذا العمل. فهذه الفتوحات من الله تبارك وتعالى. فإذا تزاحمت عليك الأعمال انظر من شرح صدرك له وأقبل عليه، كائنا ما كان ذلك الأمر فهو الأفضل لك في دينك ودنياك. لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة يخطئ خطأ عظيما، يلزم هذا تارة في أمر فيظل ستة أشهر إلى سنة، ثم يلزم ذاك أخرى فيظل ستة أشهر إلى سنة، وهكذا أيام وأسابيع وشهور وسنوات، فيمضي بقية حياته مترددا بين هذا وذاك، لا يبدع في مجال ولا يتخصص في شيء ما، فيضيع عليه عمره وحياته. إلزم ما فتح لك، وهذا علي فتح له في العبادة فلزمها، هذا الإمام الكبير لزم العبادة، لذلك لقب بزين العابدين، وكان أعبد أهل زمانه كما وصف. وهذه هذا ديدا جماعة من السلف كانوا يفضلون العبادة على العلم وطلبه وبثه. والأفضل ما قلته لكم طلب العلم وبثه، خاصة عند حاجة الناس إليه، أفضل من تطوعات العبادات. نعود لنختم. علي بن الحسين إمام ورأس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد ظنا ما بين 33 إلى 38 للهجرة، أمه بنت ملك الفرس ويزدجرد، وأبوه الحسين الإمام الكبير الصحابي رضي الله عنه، وهو توفي سنة 94 في المحرم، فقد عاش قرابة 58 سنة كما أخبر ابنه رحمة الله تعالى عليهما. وكان صابرا عابدا زاهدا محبا للخير مطيعا لله تبارك وتعالى، صاحب شمائل كثيرة، وصبر وزهد وعبادة وطاعة، ومروءة جليلة ظاهرة، محبا للخير منفقا في سبيل الله تعالى، معاونا لأهل الخير والمساكين والضعفاء والمحتاجين، فاعلا كل ما يقدر عليه، ظل كذلك إلى أن لقي ربه. وهذا سر من أسرار عظمة المرء،
التي يخلد بسببها في التاريخ أنه يستقيم على طريقة واحدة إلى وفاته. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: الاستقامة عين الكرامة. إذا استقمت على طريقة واحدة طيلة حياتك فلم تتردد ولم تتذبذب ولم تسقط ها هنا وها هنا في بنيات الطريق، فهذه عين الكرامة. وهكذا كان رحمه الله تعالى جليلا عابدا زاهدا، لم تحفظ له هفوة ولم تؤخذ عنه سقطة إلى أن لقي الله تعالى جليلا كريما رحمة الله تعالى على علي ابن الحسين، ورفع درجته في الآخرة وأعلى منزلته وألحقنا به في الصالحين، ورحم أحفاده وأولاده وذريته وسائر أهل بيته الطاهرين الشرفاء الكرام. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتحدث عن ابنه الجليل أبي جعفر محمد بن علي الباقر. وهذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.